هو ايه اللي بيحصل يا نونيا؟ انطونيوس وكليوباترا بيجهزوا الجيش. جيش؟ ليه؟ هيحاربوا؟ هيحاربوا مين؟ سينو. ايه؟ سينو؟ قصدي اوكتافيوس. ماشي يا سينو، بس لما تيجي. هو سينو ضايقك في حاجه؟ المفروض كان يوصل آلة الزمن لعصركم ويرجع على طول، لكن كده الموضوع يوغوش وانا ما اقدرش اسيبكم واروح له، خصوصا في الظروف دي. ما تقلقيش على سينو يا نونيا، بس فهميني ايه هي الظروف وليه انطونيوس واوكتافيوس هيحاربوا بعض وهم من بلد واحده. الموضوع كبير يا يحيى. روما كانت دوله كبيره جدا لانها بتسيطر على عدد كبير من الدول، وكان نظام الحكم فيها جمهوري. ها؟ يعني ايه جمهوري؟ يعني الحاكم ما يقدرش ياخد قرارات لوحده، في مجلس شيوخ بيقرر مع الأحكام والقوانين وشؤون الحكم. واللي عرفته إن يوليوس قيصر كان أحد الحكام على روما مع اتنين غيره من الأمراء، لغاية ما حاول ينفرد بالحكم فمجلس الشيوخ انقلب عليه وتخلصوا منه. بالظبط، ومن هنا بدأ تاريخ جديد لروما. بعد التخلص من يوليوس قيصر افتكر مجلس الشيوخ إنهم كده تخلصوا من الطاغية المستبد وإن السلام هيعم على البلاد، لكن مش ده اللي حصل. الرومان قاموا بثورات ضد مجلس الشيوخ وحصل انقسام بين الشعب، وصل لحرب أهلية استمرت ل13 سنة، وكان أقرب شخص لتولي أمور الحكم ساعتها هو ماركوس أنطونيوس، واللي أخذ عهد على نفسه إنه هينتقم من أمراء مجلس الشيوخ اللي تخلصوا من يوليوس قيصر، فمنهم اللي هرب ومنهم اللي مات، لغاية ما استقر الحكم تماماً لأنطونيوس. لكن الاستقرار ده ما استمرش كتير، ظهرت وصية ليوليوس قيصر بيتنازل فيها عن أمواله وألقابه كحاكم لشخص صغير في السن اسمه جايوس أوكتافيوس. أنطونيوس لما شاف أوكتافيوس شاب صغير فرض نفسه وصي عليه وما ادالوش أي اهتمام، وده ما عجبش أوكتافيوس اللي بدأ يظهر نفسه بشكل كبير قدام مجلس الشيوخ وكون جيش كبير يزود من قوته ونفوذه. أنطونيوس حس بالخطر ففكر في الزواج من الملكة كليوباترا ملكة مصر، واللي كانت زوجة ليوليوس قيصر وكانت شايفة لنفسها حق في حكم روما لأن ليها ولد من يوليوس قيصر اسمه قيصرون. وكده لو أنطونيوس اتجوز كليوباترا هيبقى واصي على قيصرون الحاكم الشرعي لروما ووريس يوليوس قيصر، صح؟ مظبوط يا يحيى، وفعلا زي ما انت شفت بعد زواج أنطونيوس من كليوباترا أهداها أراضي رومانية كمنح وحقق انتصارات أهداها برضو لكليوباترا. وأوكتافيوس سكت على الكلام ده؟ أكيد لا، أوكتافيوس خاف جدا من تصرفات أنطونيوس وتحالفه مع كليوباترا، لأن كليوباترا خلت مصر صاحبة اقتصاد كبير وصاحبة أكبر غلال للحبوب، وفي نفس الوقت أنطونيوس كان معاه جيش قوي. يعني كل الظروف كانت في صف أنطونيوس، مال وطعام وقوة. بالظبط يا يحيى، وده اللي قلق أوكتافيوس جدا، ودلوقتي عامل حملة إعلامية كبيرة زي ما بتقولوا يشوه فيها شكل تحالف أنطونيوس مع كليوباترا قدام مجلس الشيوخ والشعب الروماني، وبدأ يحضر جيش كبير وأسطول عظيم لمواجهة أنطونيوس وكليوباترا. والعمل يا أنطونيوس؟ لازم نهجم على أوكتافيوس قبل ما يستعد هو لينا. أنا بدأت أخاف، لو جيش أوكتافيوس انتصر مصر هتبقى صيد سهل للرومان. ما تخافيش يا كليوباترا، أنا وعدتك إنك هتكوني في يوم من الأيام ملكة على عرش روما، وتقريبا كده اليوم ده قرب.